اللهم إنا نستهديك ونستغنيك، اللهم إنا نسألك كل ما يرضينا ويرضيك، اللهم إنا نسألك أن تهدينا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والمعاصي ونتوب إليك. اللهم لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض، اللهم يا سامع الدعاء، ويا دائم البقاء، ويا واسع العطاء، ويا رافع السماء، يا من نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، نسألك اللهم أن تغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المحسنين منا للمسيئين، اللهم ارحمنا بالقرآن، وعافنا بالقرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بجوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله، اللهم إنا نسألك الخير كله، ونسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا من النيران. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر من النيران، اللهم اجعلنا من عتقائك، اللهم اجعلنا من عتقائك، اللهم أعتق رقاب والدينا من النيران، اللهم ارحم والدينا كما رحمتنا
ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فارزقه الحسنى من الجنة. اللهم افتح لهم في قبورهم على مد أبصارهم، اللهم افتح لهم في قبورهم على مد أبصارهم. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، مع الركع السجود الموفون بالعهود، برحمتك يا رحيم يا ودود. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم عاف أبدانهم وطب أسقامهم وداو مرضاهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين، اللهم قو شوكتهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا في هذه الليلة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصا، ولا تجعل فيها لأحد من غيرك شيئا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن السمعة والرياء، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم كل من سألنا الدعاء فاجعل له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ملك البلاد وقائدها، اللهم كن له عونا معينا ونصيرا على الحق وظهيرا. اللهم هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظه في ولي عهده وفي أسرته الكريمة. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم احفظ علينا أمننا، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين.